شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء فلا تنسى إلا ما شاء
إنه يعلم الجهر وما يخفى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا ونيسرك لليسر فذكر النفعات الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا صدق الله.